بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أولا الشكر الجزيل لهذه الدعوة الكريمة من جمعية مناهضة هذا المشروع الصهيوني، والشكر موصول أيضا للإخوة في وعد على إتاحة هذا المنبر الوطني العروبي بصورة دائمة لكل الأصوات المناضلة الشريفة في البحرين. نبدأ أولا بالدعاء بالرحمة لكل الشهداء الذين ماتوا من أجل فلسطين، وبالتحية للمناضلين الذين لا يزالون يقاومون هذا المشروع في أرض فلسطين وفي خارج فلسطين. والخزي والعار للمساومين والمستفيدين في داخل فلسطين وفي خارج فلسطين، والذين شيئا فشيئا بدأوا يضعون هذا المشروع القومي، أي مناهضة الوجود الصهيوني في أرض فلسطين، يضعوه جانبا ويتفرغ لأشياء أخرى. والذي ينظر إلى الحراك العربي في هذه الأيام، حراك الربيع العربي، ثوراته وحركاته الكبرى، يشعر كم أن هذا الموضوع لا يوجد إلا في حيز صغير، ولا يذكر إلا لماما من قبل، سواء من قبل الجماهير أو من قبل القوى التي تقوم بهذه الثورات. وهذا شيء غريب، ويعطيكم فكرة إلى أين وصلنا. لكن أولا دعني أذكر بعض المحطات في بضع كلمات. أولا، فلسطين في تاريخ كل منا تقريبا أنها كانت هي التي أدخلتنا في عالم السياسة. شخصيا ما كان الوجود الإنجليزي ولا غيره هو الذي فتح عيني على السياسة، وإنما الذي فتح عيني على السياسة هو رؤية جماهير الأمة في شوارع كل مدن الأرض العربية يخرجون وينادون بتحرير فلسطين وبمقاومة هذا المشروع. إذن فلسطين أستطيع أن أقول أنها في قلبي وفي عقل الكثير منكم وفي تاريخهم الفردي. ثانيا، فلسطين ليست ملكا لأحد. الذين يقولون بأنه ما يقرره شعب فلسطين سنقبله، هذا قول غير مقبول على الإطلاق. فلسطين هي جزء من الوطن العربي الكبير، وهي ملك الأمة العربية بكاملها، ولا يمكن التفريط في أمورها بأي قرار إلا بقرار الأمة العربية بكاملها. أقول ذلك لأن هناك من يحاول طيلة الوقت بأن يحيل الموضوع، مع الأسف الشديد خصوصا منذ مؤتمر الرباط عندما قيل بأن القضية الفلسطينية هي يتخذ القرارات فيها الإخوة الفلسطينيون أو القيادة الفلسطينية، ورأينا ما حدث بعد ذلك عندما رفعت القضية من أن تكون قضية الأمة العربية إلى أن تكون قضية الشعب الفلسطيني. ثم قضية فلسطين ليست قضية أرض فقط وشعب طرد وأرض احتلت، هي قضية صراع حضاري حقيقي بكل معنى الكلمة، قضية وجود بالنسبة للصهاينة وبالنسبة لنا. هذا مشروع لن يقف عند أي حدود، والذين يعتقدون بأن توقيع المعاهدات ووجود السلام سيوقف هذا المشروع فهم مخطئون، وأنا سأتي إلى هذا الموضوع بعد لحظات. ثم هناك قضية كبرى روحية
تتعلق بالقدس، قدسية القدس ليست قضية صغيرة سواء بالنسبة للديانة المسيحية أو بالنسبة للديانة الإسلامية، وبالتالي فهي إضافة إلى أنها قضية قومية هي قضية روحية من الطراز الرفيع ولا يمكن التفريط فيها. وأخيرا تخبط القيادات الفلسطينية المتعاقبة بالنسبة لموضوع فلسطين مع الأسف الشديد، وإدخال هذا الموضوع بالنهاية إلى هذا النفق الذي تعيشه الآن، من مدريد قبله الرباط أوسلو واليوم الأحاديث الكثيرة حول، يعني وصلنا إلى حد أن الدولة الكبرى الأمريكية التي جاءت في الثلاثينات اجتمع روزفلت مع الملك عبد العزيز وأعطاه وعدا قاطعا بأن أي موقف للولايات المتحدة الأمريكية تجاه فلسطين سيكون بالاتفاق مع اليهود من جهة ومع العرب من جهة ثانية. اليوم يوجد الاتفاق مع الصهاينة ولا يوجد أي اتفاق مع العرب، وأنا أتكلم هنا العرب ككل. طيب الآن دعني أبدأ مباشرة بما هو الفهم الصهيوني للتطبيع. هناك فهم وهناك كتابات، ألوف الكتابات في فلسطين المحتلة من قبل مفكرين ومن قبل سياسيين ومن وتصريحات وإلى آخره، ممكن أن إجمالها من أجل أن نعرف أن قضية التطبيع هي قضية كبرى بالنسبة للصهاينة في فلسطين المحتلة، ليست قضية صغيرة، هي قضية القضايا. ونحن إذا كنا نريد أن ننظر إلى هذا الموضوع فيجب أن ننظر إليه كما ينظرونهم إليه. والذين تابعوا النقاشات التي جرت قبل توقيع الاتفاقية بين مصر والسلطات الصهيونية في فلسطين يعرفون أن الجهة الصهيونية كانت تصر على أن السلام يساوي التطبيع، الكلمتان متماثلتان تماما، وأن أي حديث عن سلام دون تطبيع وتطبيع شامل بالمفهوم الصهيوني وليس بالمفهوم العربي هو ليس سلام ولا تقبله الدولة الصهيونية. في كتاباتهم الكثيرة يتكلمون أولاً أن السلام الكامل هذا يتحقق أولاً بتغيير نمط الفكر السياسي العربي، وخصوصاً الفكر السياسي القومي والفكر السياسي الإسلامي، على أساس أنه دون تغيير نمط هذا الفكر فإن الصهيونية لا تستطيع أن تتصور أن سلاماً سيأتي. وهذا الفكر بالذات يجب أن يكون في لب القضية التربوية، أطفال العرب منذ صغرهم يجب أن يخبروا ويدربوا ويقنعوا بأن ما يسموه بدولة إسرائيل هو شيء طبيعي وعادي إلى آخره من الكلام. ثم هذا السلام يصر على قبول الإيديولوجية التي قامت عليها إسرائيل، مش ما يكفي أنكم تقبلون بنا، وإنما بالإيديولوجية التي قامت عليها أو قام عليها هذا الكيان في فلسطين، الإيديولوجية التاريخية والإيديولوجية الفكرية وإلى آخره، سأذكر جوانب منها. ثم لا بد من وجود ضمانة أمريكية وغربية لهذا التطبيع بأنه سيستمر وأنه لن يتوقف، بل بالعكس أنه يزداد. ثم مطالب أمنية، حدود يمكن الدفاع عنها، عمق استراتيجي للكيان الصهيوني،
أرض العرب مفرغة من السلاح الاستراتيجي، ممكن سلاح دفاعي خفيف ولكن أي سلاح استراتيجي هو مناقض للسلام، أي مناقض لقضية التطبيع. وبعدين نهائيا منع الخيار النووي بأي شكل في أي أرض عربية. هكذا نظروا إلى السلام الكامل الذي كانوا يتحدثون عنه. إضافة لذلك كانت هناك مطالب إقليمية، هذه كلها جزء من التطبيع، من عملية التطبيع، من فكر التطبيع، من مطالب التطبيع، من شروط التطبيع. مطالب إقليمية كانوا يقولون الحدود التي يتحدثون عنها في هذه البقعة هي حدود وهمية وبالتالي قابلة للأخذ والعطاء. مثلا الحدود مع سوريا وضعت سنة 1921 فهي حدود جديدة، وإذا وضعت في سنة 1921 لماذا لا تغير في المستقبل؟ وطبعا هي مس الجولان وغير الجولان. الضفة في الأردن واندماج الجزء الصغير من فلسطين مع الأردن وضع 1948، وإذا وضع بذلك الشكل فلا تأتي الأردن وتقول أنني أحمي ما كان سابقا الضفة، وإنما فهذا قابل للأخذ والعطاء لأنه أيضا حدود جديدة ومطالب جديدة. سيناء مصر تكلم عنها بأنها هي حدودها كجزء من مصر لم توضع إلا بعد الحرب العالمية الأولى، وإذا حتى هذه الحدود قابلة للأخذ والعطاء. إذن الكلام عن العودة لحدود 1967 يتناقض مع كل هذه القضايا التي يذكرونها، قضية حدود الدول المحيطة بها. ثم إضافة لذلك من المطالب الإقليمية الوطن البديل للفلسطينيين هو الأردن، وهذا جميعكم تعرفون أنه يطرح يوميا. ثانيا المضمون الاقتصادي في التطبيع، التدفق الحر للسلع وفتح الأسواق دون أي عوائق. على أن تملك إسرائيل جزء كبير من السوق. التخصص في الاقتصاد هذا جزء أيضا من التطبيع، بحيث تكون إسرائيل هي التي تقوم بالتكنولوجيا والعلم والعرب يقومون بالعمالة وبالتنفيذ وبطبعا التمويل من الناحية المالية. منع أي نوع من المقاطعة بأي صورة وتحت أي مبرر. استغلال المياه والثروات بصورة مشتركة، وهنا كلام طويل عن لبنان ومصر والأردن وسوريا، مياه الدول المحيطة بالكيان الصهيوني، على أنها جميعها يجب أن تكون مشتركة، ومن حق إسرائيل ومن حق هذا الكيان أن يأخذ جزءا منها. ثم يتكلمون عن التواصل البري والجوي والبحري، شبكة سكة حديد يجب أن توجد بحيث تربط هذا الكيان بكل الأرض العربية، ومواصلات أخرى، طيران إلى آخره، مفتوحة، الأجواء كلها يجب أن تكون مفتوحة، لا تقبل بأن توجد أجواء في أي مكان لا تسمح لطائراتها. ثم المضمون الثقافي، تغيير تام في الثقافة العربية تجاه المشروع الصهيوني، تقبل الأساس كما قلت الصهيوني لدولتهم على أساس أن إسرائيل استردت أرضها، على أساس أن فلسطين كانت أرضا بلا شعب، ماير قالته مرات كثيرة، على أساس رفض تام لفكرة تقرير المصير للفلسطينيين. الفلسطينيين لا يقررون مصيرهم بل يأخذون ما يعطى لهم، هم لا يقررون وإنما يأخذون ما يعطى. بعدين لو تقرؤون ما كتب أفكار دموية عن التدمير إلى آخره تؤخذ من التوراة ويهدد بها الفلسطينيون.
الإعلام العربي جميعه يجب أن يكون إعلاما مهادنا لا نقد فيه لأي شيء يتعلق بالكيان الصهيوني. وكان هناك إلحاح شديد على تنقية الإيديولوجية القومية العربية بأي معنى، بأنه من قال أن الوحدة العربية لا تضر بإسرائيل، وبالتالي هذا الجزء من الإيديولوجية القومية عليه علامة استفهام. حذف المضامين الإسلامية السلبية في كل مجال، سواء في المساجد أو في الإعلام أو في أي مكان يتعلق بالجوانب السلبية. الشعب الفلسطيني هم لرب أرض، هم عرب أرض إسرائيل، ليسوا مواطني إسرائيل، هم عرب أرض، لاحظوا الكلمات كيف تنتقى، هم عرب أرض إسرائيل. الضفة الغربية طبعا تعرفون يهودا والسامراء إلى آخره، وبالتالي إضافة لذلك هناك إلحاح أن جزء من التطبيع يجب أن يدخل فيه التحالف والتفاهم مع كل الأقليات التي تعيش في الأرض العربية، دروز يسمونه الدروز، المسيحيين، الشيعة، جنوب السودان إلى آخره من الأقليات اللي موجودة في الأرض العربية. إذن هذا هو التطبيع حسب الاستراتيجية الصهيونية. وأنتم تلاحظون أن الكلام هنا عن استسلام من تام من كامل، فكري وثقافي وسياسي واقتصادي وعسكري وجغرافي وتاريخي من قبل هذه الأمة، وإلا فإن ذلك التطبيع غير مقبول إلا ضمن هذه الشروط. وكما قلت لكم هناك كتب كثيرة كتبت حول هذا الموضوع، وهي تلخص ما قيل من كتابات لا حصر لها ولا عدوى من مؤتمرات أقيمت في داخل الكيان الصهيوني حول موضوع التطبيع. وكما قلت وأعيد مرة ثانية أكرر، بالنسبة لهم يقولون بأن التطبيع أو أن السلام هو التطبيع، وأنه لا سلامة دون تطبيع. يعني أي لا يكفي أنك تقول بأننا نعترف، بل يضاف إليه كل هذه النقاط. إذن الآن يعني هناك ثلاث لآت في داخل الكيان الصهيوني. أولا لا للقدس أن تكون حتى جزئيا عربية. الكيان الصهيوني يجب أن يعتبر بأنه كيان يهودي، الدولة اليهودية اللي تسمعونها يوميا، لا لتفكيك المستوطنات. هذه هي اللاءات الثلاث الأساسية التي تدخل ضمن الموقف الصهيوني. نأخذ شيء آخر، هذا الكيان الحقير لا يكتفي بكل ذلك. 79% من فلسطين التاريخية هو أصلا الآن الكيان الصهيوني. لم يبقى للفلسطينيين إلا 21% من أرضهم. الآن هذا الكيان يريد نصف هذا 21%، بحيث أن الفلسطينيين ينتهون ب 11% من وطنهم الأصلي، وغير ذلك لا يقبلون. إذن دعنا الآن نتكلم عن نوعين من التطبيع، التطبيع السياسي والاقتصادي شبه الكامل قامت به الغالبية الساحقة من الأنظمة العربية، إما بصورة كاملة بدون خجل وبدون حياء، أو بعضها من تحت اللحاف. وأنتم تسمعون في المدة الأخيرة أن هناك بعض مندوبي وزارات الداخلية في جزء من الأقطار العربية التي لم تعترف بعد أو لم تطبع بعد تطبيعا علنيا، يذهبون إلى الكيان الصهيوني ويجتمعون بصورة دورية باسم مقاومة الإرهاب. الواقع
أن الوزارات الداخلية في الأرض العربية كلها تتناغم مع بعضها البعض، ولأن هناك بعض الوزارات العربية ملتصقة أكثر بالموساد الصهيوني وبالوزارة الداخلية الصهيونية، فهذا يعني أن كل ما يجري، كل ما يدور في داخل القوى الأمنية العربية يصل إلى الكيان الصهيوني كاملا، ويعرفون دخائل وأسماء ما يجري. الآن السؤال، إذا كان السياسيون العرب يقولون بأننا نحن ليست لدينا قوة بأن نقاوم هذا المشروع، والواقعية السياسية والواقعية الأمنية والواقعية العسكرية تفرض علينا الأخذ والعطاء لأنه لا مفر من ذلك، وإلا سنخسر كل شيء. طيب هذا ممكن أنه يؤخذ ويعطى فيه بالنسبة لبعض الناس، لكن ماذا عن تطبيع القوى المجتمع العربي مع الكيان الصهيوني؟ هذا السؤال فعلا يحر، يعني يحير الإنسان. مثقفون معروف هذه من المغرب العربي، عدد كبير من المثقفين العرب ذهبوا باسم المناقشة والحوار مع الصهاينة لعلهم يغيرون بعض النفكار، ومن بينهم من القوميين العرب ومن الإسلاميين ومن الذين لهم باع طويل في النضال الوطني. وأنا أذكر أنه في منذ حوالي 10 سنوات أو 12 سنة، يعني كان هناك حوار في داخل المغرب العربي حول المثقفين العرب، المثقفين المغاربة، وكيف أنهم ذهبوا إلى الكيان الصهيوني مرات ومرات، إضافة طبعا إلى الفنانين، إضافة إلى الرياضيين إلى آخره. ثم بعد ذلك طبعا الآن أصبحت قضية عادية تماما أن يذهب ممثلون عن المجتمع المدني العربي ويطبعوا مع هذا الكيان. طيب أولئك نفهم إنه أمريكا تضغط والغرب يضغط والعالم كله يضغط، وعندهم ضعف وعندهم فساد وعندهم خيانات، وكل هذا مفهوم. بس ما الذي يجعل هؤلاء، هل وصل الحال بأننا نحن في داخل المجتمعات العربية على استعداد، عندنا قابلية أو عند بعضنا هذه القابلية المشينة إلى أن ذاكرتهم التاريخية تختفي ومبادئهم الأساسية تختفي وكرامتهم الثقافية تختفي وحسهم الإنساني وهم يرون ما يجري في فلسطين المحتلة أيضا يختفي؟ أنا أعتقد هذا هو السؤال الأساسي. لماذا أقول ذلك؟ لأن الذي يبقى الآن وفي المستقبل القريب هو مدى ما سيندمج أو تندمج المجتمعات العربية في مقاومة التطبيع، أي في مقاومة المشروع بكامله. لأن كما قرأت لكم، مشروع التطبيع من وجهة النظر الصهيونية هو استسلام كامل لهذه الأمة، ليس فقط تسليم فلسطين. لاحظوا الكلام، ليس قضى فقط تسليم نصف فلسطين أو ثلاثة أرباعها أو 90% منها، هو استسلام لهذه الأمة. وبالتالي السؤال، هل نحن نعي ذلك عندما نقوم بقضية مقاومة التطبيع؟ دعنا الآن نأتي إلى آخر. يعني أنا حتى لا أدخل في كثير من النقاشات، المغاربة عندما ناقشوا هذا الموضوع قالوا ليس حوارا كما كان في الأندلس، وإنما هو تفاهم مع اليهود وعندهم ثقافتهم وإلى آخره. من يعترض على الانفتاح على الثقافة اليهودية في
في الموسيقى عندهم موسيقيين عظام من اليهود، وفي الكتابات عندهم يهود عظام إلى آخره. من يقول؟ إنما السؤال أنت الذي تحترم وتقدر ومعجب بالثقافة اليهودية، هل لا تفرق بين ذلك وبين المؤسسة الثقافية الصهيونية في فلسطين المحتلة؟ فرق شاسع جدا، ومع ذلك هناك خلط واضح من مثقفين، ليس في المغرب العربي، في مصر وفي لبنان وفي السودان وفي خذ ما تشاء من البوب، طبعا في الخليج الآن في المدة الأخيرة أيضا خذ ما تشاء من ذلك. يعني الشيء اللي يحير أن ما يفعله المثقفون هؤلاء هو عملية تزوير للتاريخ ونسيان له، لكأنهم يريدون أن يمحوا من ذاكرة الأمة العربية تاريخ هذا الموضوع، ثم أنه تعد على الهوية، ثم أنه قبول بأكاذيب حقيرة تاريخية تقدمها الصهيونية للعرب وللعالم كله. الآن تاريخ العرب مع الكيان الصهيوني هي هزائم عسكرية وجغرافية معروفة، ولكن حتى الآن ليست هزيمة ثقافية حتى الآن. فهل هذا الجدار القادر على الصمود سنسمح له أن ينهار كما انهارت الجدارات السياسية والعسكرية وطبعا الاقتصادية، لأن الآن رأس مال بعض رأس المال الخليجي يندمج في الرأس مال الصهيوني ويشتغل معه، لا نريد أن ندخل في التفاصيل. الآن نحن إزاء هذه الخلفية، لماذا هذه الخلفية؟ هذه الخلفية حتى نقول أن جمعية مثل جمعية مقاومة التطبيع ليست قضية صغيرة، هي قضية القضايا، وأخذ هذه الجمعية والمؤسسات التي تقاوم التطبيع يجب أن يكون جديا، ويجب أن يصل إلى مرحلة الحياة والموت بالنسبة لها، بالنسبة للعرب المهتمين بالقضية الفلسطينية والمهتمين بالصراع العربي الصهيوني. ولذلك يعني أنا سأطرح بعض الأسئلة والتي هي يعني كأنها تريد إجابة وتحتاج إلى أن ينظر فيها في المستقبل. يعني هذا موضوع مقاومة التطبيع يحتاج إلى تطوير في اعتقادي الشخصي. الآن هل مقاومة التطبيع يقف عند جمعيات مقاومة التطبيع في الوقت الحاضر؟ نعم، يقف عند جمعيات مقاومة التطبيع. ماذا عن الأحزاب؟ هل أنتم ترون أن الأحزاب العربية تجعل مقاومة التطبيع جزءا من برنامجها السياسي الذي تعرضه بصورة دائمة؟ أنا أعتقد خصوصا الآن في هذه المرحلة، نعم في الخمسينات في الستينات كان، لكن في هذه المرحلة أنا أعتقد ضعف ذلك كثير. ماذا عن النقابات؟ أين النقابات التي استطاعت من 50 سنة أن تقف موقفا قويا ضد الهجمة الغربية على مصر وتفعل فعلها؟ اليوم النقابات لا تتحدث عن هذا الموضوع. ماذا عن المنابر الدينية؟ دوخون رجال الدين عن الصراع الشيعي السني وعن المرأة وقضاياها وعن الخمرة وعن دخول الفساد الأخلاقي وإلى آخره، لكن كم من المنابر الإسلامية تتحدث وتقول لها؟ كلهم يقولون أن أنتم تكفرون إذا تسوون كذا، لكن ما يقولون أنكم تكفرون إذا تطبعون مع الكيان الصهيوني. ماذا عن البرلمانات؟ كم برلمان في الأرض العربية سواء منتخبة أو معينة؟
تتحدث عن هذا الموضوع وتقول لحكومتها أو السلطات إنه هذا الموضوع الذي فعلته هو تطبيع وأننا نحن نرفض ذلك. كم سمعتم؟ ماذا عن الشارع؟ كم مظاهرة تخرج في السنة حول قضية تطبيع معينة، شركة، مؤسسة، أفراد إلى آخره؟ كم مرة شفت ناس يرفعون لافتات ويروحون يوقفون عند ملعب كرة لأن واحد من اللاعبين ذهب إلى الكيان الصهيوني ولعب هناك؟ أنا ما شايفه، مع أن هذا له تأثيره البالغ على هذا وأمثاله أن لا يذهبوا. كم مرة ذهبنا ورفعنا لافتات لأن هناك مغني أو مغنية يغنون هنا أو هناك أو في هذا النادي أو في هذا المسرح، ونعلم أنهم طبعوا مع الكيان الصهيوني حتى يعرفوا أنهم إذا يريدون أن يطبعوا مع الكيان الصهيوني سيدفعون الثمن وسيكون ثمن غالي. بمعنى آخر، ماذا عن الجمعيات المهنية؟ كيف تسمح الجمعيات المهنية لبعض من أعضائها؟ من قبل كانت تطردهم، الآن شيئا فشيئا تقبل بأن الأطباء يذهبون إلى الكيان الصهيوني والمهندسين يذهبون وإلى آخره، أو يشتغلون في مشاريع من الواضح أو في شركات تطبع مع الكيان الصهيوني. هاي قضايا أنا أقولها، لأن إذا بس بنعتمد على جمعيات مقاومة التطبيع أعدادها صغيرة، إمكانياتها محدودة. القضية هي قضية المجتمع بكامله، المجتمع المدني. أنا الآن أترك نهائيا الجهات الرسمية، لأن الجهات الرسمية أنا في اعتقادي ليس باستطاعتها أن تقاوم التطبيع. إذن نحن لابد لنا أن نطرح بعض الأسئلة الإضافية. سؤال: هل يوجد تنسيق وتعاون كامل بين جمعيات مقاومة التطبيع في مستوى الوطن العربي؟ أنا أسأل هذا السؤال بحيث أن المعلومات تتداولوها بصورة دائمة، بحيث إذا وقفتوا قررتوا أن تقفوا جميعكم، بحيث إذا كان شو اسمه أردتوا أن تفضحوا جميعكم، وعلى مستوى العالم الإسلامي، لأن العالم الإسلامي أيضا هناك أجزاء كبيرة منه تطبع مع الكيان الصهيوني. وعلى مستوى العالم، أنتم تعرفون في المدة الأخيرة كم مؤسسة أمريكية أرادت أو مؤسسة أوروبية أرادت أن تقف مواقف بسيطة من البضائع التي تأتي من المستوطنات الصهيونية في فلسطين المحتلة؟ من وقف مع هؤلاء؟ من دعمهم؟ من ذهب إليهم؟ من أرسل إليهم تبرعات؟ هل سياسة الفضح والإشهار على مستوى كل أنواع الإعلام؟ أنا أريد أعرف أديش اليوم على مستوى الإنترنت، التويترز وغيرها، فيها مش هجوم على الصهيونية، فيها فضح واحتجاج على من يطبعون، سواء عائلات تجارية، سواء شركات عربية، سواء شركات أجنبية إلى آخره، بحيث أن هذا الشغل الشاغل، بحيث أن هذا الكيان الصهيوني يشعر بأن هناك مد يومي دائم يفضح من يطبع معه، يفضحه ويشهر به ويحتج عليه. أنا ما شايف أن هذا يجري، يعني على الأقل بالنسبة لي. يمكن الآن تخبرني أنت وتظهر أن كل هذه الأسئلة ما لها أي مكان. ثم قلت أنا يعني عن الوقوف بلافتات إلى آخر ما أريد هذه. أنا أريد أن أسأل عن جمعياتكم أنتم، أديت تتصلون بالمنابر الأخرى، بالنقابات، بالجمعيات إلى آخر، تعطون معلومات وتطلبوا منهم أنه قفوا موقف معين من ذلك؟ عندي شعور بأن إمكانياتكم محدودة ولا تستطيعون أن تفعلوا إلا إذا تتوسعون توسعا كبيرا وماليا. إذن نحن آخر سؤال: هل أعضاء الجمعيات، وأنا أريد أن أتأكد من ذلك، يتخطون حدود الإيديولوجيا السياسية؟
ما واحد إن يقول والله أنا من هذا الحزب خلاص أنا هاي الجمعية عند هذا الحزب ما أدخل فيها. والإيديولوجية المذهبية من قصة شيعة وسنة ودروز والآخرة، وإنما الجميع، والدينية مسيحي ومسلم والآخرة وهندوكي وغيره يمكن إذا كان تقدرون تحصلون على ذلك، وعرقية وبأنه هذا إيراني وهذا عربي وهذا تركي وهذا شو اسمه، وقومية بمعنى أنه على مستوى العالم. ما الذي يضر إذا كان في واحد أمريكي يتحمس أن يدخل في جمعية مقاومة التطبيع؟ وهناك أناس عندهم هذه الرغبة. أقول ذلك لأن هذه الأسئلة يعني التي أطرحها فقط لأن لجهلي بكثير من تفاصيل عملكم، ولكن أعتقد أن مقاومة التطبيع ضد الكيان الصهيوني موضوع بالغ الاتساع وبالغ الكبر وبالغ الأهمية. الآن أنا حتى ممكن أسألنا كلنا أنفسنا، كم واحد منا في جمعية مناهضة التطبيع؟ كم منا إحنا اللي جالسين بما فيهم أنا اللي جالس هنا وأعطي محاضرة، مع أن المفروض أن نكون أعضاء عندكم في ذلك، نقوم بمهام معينة تخصنا كل في حقنا. يعني أنا سأنهي بالقول بأن الواحد يعني هذا الموضوع الخطير جدا المهم جدا بالنسبة للكيان الصهيوني، إذا ما يحس بالعرب يوميا، يوميا في كتابات، يوميا في حكي، يوميا في كلام، يوميا في وقوف، يوميا في كذا، وهذا الشيء لا يتم إلا إذا أخبرنا جميع العرب الذين يعتقدون الآن أهل الخليج. أقول لك يا أخي هاي قضية فلسطيني شنو، إحنا يا أخي إحنا عندنا إيران أهم من هذا كله، ما يعرف، لأن ما حد يخبرهم ما هو الفهم الصهيوني للتطبيع، ما الذي لن تقبل بأقل منه صهيونية. الجميع يعتقد أن الصهيونية كل ما تريده أنه جزء من فلسطين وخلاص وينتهي الأمر كله، وهذا شيء شيئا فشيئا في الأجيال الجديدة بالذات هؤلاء الشباب الذين يجب أن يعرفوا. مدارسنا طبعا ما تخبر أحد، ومنابرنا مثل ما قلنا الدينية مشغولة بأشياء ثانية، وحكوماتنا منهارة أمام الولايات المتحدة وغيرها. فالقضية أصبحت قضية حياة أو موت، وأنا أنهي بالكلام بأنه عندما يصل الأمر إلى حياة أو موت فأعتقد أنه هناك حاجة إلى شيء أكثر من عمل روتيني بالنسبة لهذا الموضوع. شكرا جزيلا.